سياق آخر، قال المحامي الذي يتولى ملف الدفاع عن قضية المرحوم زيني والخليفة في تصريح لقناة الوطنية إن تعاطي الطبيب مع قضية والخليفة جاء نتيجة لتهديد يتعرض له من قبل جهة نافذة حسب قوله. أن الطبيب صرح بالخبرة أنه أجبر على معاينة المكينة، على معاينة وسائل مسرح الجريمة، وأنه خرج من المستشفى لما قال بالحرب: لقد قمت بزيارة مسرح الواقع بعد معاينة الجثة، وذلك عكس المألوف، وذلك لأسباب خارج عن إرادتي. إذن هو يتهم بصريح العبارة وسائل الأمن وجهات التي الشرطة العلمية والشرطة القضائية أنها أجبرته على هذا العمل. إذن هو يريد أن يقول أن إرادته معيبة لم تكن سليمة، ونحن على هذا الأساس نتفهم ما ذكره، لكن تبقى خبرته بالنسبة لنا غير سليمة ببساطة، لأن صاحبها لم تصدر عنه عن بينة ولا عن اختيار، وإنما كان تحت قهر. هنالك الخبرة أيضا فيها جانب خطير، المتوفى المرحوم تم دفنه في البعلاتية، في مدفن البعلاتية بتلميذ يوم 31/5/2016، بينما الطبيب صرح أن خبرته أجراها يوم 3/6، معناها بعد أن كانت الجثة 3 أيام في المدفنة. وهذا يجعل الخبرة الطبية موضوع شك، لأنها غير دقيقة، لأنه في الصفحة الأولى يقول عاينتها يوم 3/6/2016. محامي الدفاع قال في تصريحه إن على السلطات القضائية أن تستجيب لمطالب الدفاع قبل اللجوء به إلى جهة قضائية أخرى. كما يقول القضائية ستستجيب له، وطبعا إذا لم تستجيب له سنلجو إلى الوسائل التي يوفرها القانون الدولي بما فيها مخاطبة المجتمع الآخر، المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض القضاءات التي تعلو القضاء الموريتاني، مع أننا طبعا لا نريد هذا، لكن إن فرض علينا لن نستسلم.